اي حد بيدخل تجربه جديده عليه طبيعي يبقى متوتر وقلقان، ودي مش اي تجربه تفتح كنوز الحكيم الشهار جل. انت اتدربت بما فيه الكفايه وبقيت مستعد، عايزك تهدى وما تقلقش من اي صوت يتردد جواك من النفس او الشيطان انهم بيخوفوك من الفشل. كان عندنا مشكلة في اختفاء داهش علشان تحركات عبد الأحد وجوده، لكن ادي شعر عبد الأحد وضوافره جونا عن طريق تاني. سعاد قالت لنا ان عبد الأحد خرجوا معاه جودر بعد ما قص شعره وضوافره، وده بيقول لنا ان هو ده معاد فك الرصد. طب ايه؟ جاهزين نبتدي؟ عند حضور الروحية المعقودة على الشعر والضوافر انا بس اللي هخاطبهم. طبعا على الاقل عشان التركيز. ابداي. جاهزين؟ يا جودر هتلاقي عرفت وعرفوت اللي انا طلعتهم من بركة أرون، عايز بوك على باب الكهف في عمق البحر. أهم حاجة التركيز والامتثال للأمر. أحسنت عليكم بحقها يا شرف يا دنيا إصبعون. أن تظهروا في مجلس هذا وتمتثلوا لأوامري، ومن يتخلف يعرض بالنار. أمرك يا شيخ عبد الأحد. هتنزلوا بحر الظلمات بدون تأخير، هتقول الحراس ان الاوان نفتح كف الحكيم الشمردل للحصول على الكنوز. دلوقتي القيود اللي في ايدينا وفي رجلينا هتختفي بمجرد ما تحققوا المطلوب منكم.